بعد الفيضانات التي عرفت مدينة الدار البيضاء في يناير الماضي. مدينة طنجة هذه المرة تستفيق على فاجعة أثارت الكثير من الجدل. الفاجعة تتعلق بمقتل مجموعة من العمال والعاملات بوحدة صناعية في هذه المدينة. أنفاس بريس استضافت السي محمد خقلي فاعل مدني من أجل مناقشة هذه القضية وقضايا أخرى مرتبطة بالكوارث التي تحل بمجموعة من المدن. سي محمد خقلي، مرة أخرى يستفيق المغرب على فاجعة جديدة تكمن في مقتل مجموعة من العمال والعاملات في وحدة إنتاجية صناعية. في رأيك لماذا تتكرر مثل هذه الفواجع؟ يعني بعد روزامورا عاوتاني نفس السيرايو يتكرر بمدينة طنجة. مع الأسف سيدي أحمد، الملاحظ كما قلتي بأنه هذه الفاجعة التي ألمت بوطننا الحبيب، ونحن قلنا بأننا قد ودعنا سنة الإخفاقات وسنة كورونا باستقبال سنة 2021، ولكن ظاهر أن من يسير الشأن المحلي في مدننا الكبرى وخاصة مدينة الدار البيضاء وطنجة أبانوا عن العور الذي يكتنفهم، وذلك راجع بالأساس دائما أقولها، وأن الأحزاب السياسية عندما تقبل على الانتخابات لا تضع في قوائم لوائحها الكفاءات، وهذا المشكل ديال الكفاءات هو اللي كنتقدوا في التسيير ديال الشأن المحلي. كتلقى مثلا أستاذ مثلا ديال المادة العربية أو التربية الإسلامية وكنعطيو حنا مثلا عمادة أو كنعطيو رئيس مقاطعة، هذا لا يستقيم. في الدول المتقدمة عندما يريدون أن يمنحوا أصواتهم أو تزكيتهم لأحد المرشحين لابد توفر فيه الكفاءة، أن يكون مثلا مهندس دولة في مجال يخص التنمية المجالية، التنمية المحلية، التنمية البشرية، هذا هو الذي يجب أن نستحضره. في الحقيقة المغاربة جمعاء استنكروا و امتعضوا مما وقع في مدينه طنجه وقبلها الدار البيضاء. ما خصناش ننساو، ما تنسيناش طنجه، ما وقع بالدار البيضاء. الدار البيضاء كانت كارثه، وما زلنا في الدار البيضاء كنعيشوا كوارث يوميه من جراء الحفير والاصلاحات التي لا تريد ان توقف بليل وبنهار، وحنا خدام بالحفير، حتى ان الساكنين الدار البيضاء قد يشمئزوا من هذا الوضع اللي كيهم الاشغال ديال الدار البيضاء. وحنا بالمناسبه لابد وان نقول دائما حنا العمده ديالنا والمرجع ديالنا مع الاسف في غياب تصور واقعي من المجالس المنتخبة. دائما كنبغيو جلالة الملك أنه حذر وأنه تكون عنده واحد الكلمة الفصل فيما يقع، لأن المواطن الآن تقهر معنى الكلمة. ذكرتي 2021 بدات يعني مشابه ل 2020، يعني احنا في يناير عشنا فيضانات تاع الدار البيضاء، الان فبراير عشنا فاجعه تاع طنجه. شنو رايك في هذه القضيه هذه؟ سيدي احمد، هذا راجع لنقطة أساسية تيقول الناس الأولى، واحد المثلة زوينة تيقول لك المال السايب كيعلم السرقة. مني كنعطيك واحد البيجي، مني كنعطيك صوتي، وما تكونش هذاك الشيء مراقب، وما تكونش واحد المتابعة من هذه الزلات وهذه الآفات وهذه الأخطاء الفادحة اللي كترتكب على يد هذ المنتخبون، كل منتظر أنها تكون كوارث أخرى. نسينا روزامور ديال الدار البيضاء، الفاجعة ديال روزامور، نسينا الفيضان ديال الدار البيضاء، الآن أطلت علينا واقعة طنجة التي راح ضحيتها يعني شباب من خيرة أبناء المملكة اللي احنا محتاجينهم أنهم يساهموا بشكل أو بآخر في تنمية الاقتصاد الوطني، ولكن مع الأسف احنا كنشوفوا هاد الوليدات هذول معظمهم، حتى أن سمعت أحد الأمهات فقدت ربعة ديال البنات ديالها، دافع بناتها بربعة يخدموا باش تعرف على أن المواطن الآن يعيش في فقر مدقع. الناس اللي كيرفعوا الشعارات ديال ان مستوى الدخل الفردي ديال المواطن المغربي تحسن وكذا، هذا كيبقى كلام فارغ وكلام لا تستوعبه العقول الناضجه. هناك من يقول بان المسؤوليه مشتركه في مثل هذه الفواجع، هل انت من الناس اللي تأيدوا هذا الراي ام ان لابد ان نحدد المسؤوليه؟ في هذا المشكل ديال 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 سواء ديال روزامور سابقا ولا الفيضان ديال الدار البيضاء وكذلك ديال طنجه، الاول من هو مسؤول هو المنتخب. غنكونوا صريحين، شكون اللي كيعطي الرخصه للمعمل ولا الشركه ولا كذا؟ راه هو رئيس المقاطعه او رئيس المجلس البلدي. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، على وزاره التشغيل ان ترفع من عدد مفتشي الشغل، لان كاين واحد الخصاص كبير، انا ما تذكرش بالضبط الاحصائيات، ولكن انا على يقين لان احصائيات هزيله جدا، يعني فيما يخص العدد اللي موفره وزاره الشغل للموظف، يعني واحد العدد اللي هو هزيل. اذا المساله الثالثه هو المراقبه ديال السلطات المحليه لهاد الناس هادو. انه ما يمكنش على انه معمل مثلا ديال طنجه كيخدم 130 شخص وتقول لك السلطه والمنتخب وكل شيء يقول لك ما في خبرناش او سري، ولكن انا اعجبني هو التصريح الاخير
او التدوينه الاخيره ديال السيد رئيس الحكومه سي سعد الدين العثماني عندما دونا في التدوينه الاخيره عبر شبكه الفيسبوك، عندما قال بان هذا المعمل هو وحده انتاجيه وما قالش بانه سري. اذا هنا كنوضعوا واحد الخط احمر حول هذا التصريح ديال رئيس الحكومه، بغينا نعرفوا واش هذه فعلا وحده انتاجيه مرخص لها ام انها وحده سريه. وحنا كنعرفوا في البلاد ديالنا ما كاينش حاجه سريه بهذا الشكل هذا، كل شيء كيعرف بانه كاين واحد المعمل خدام وكيخدم الناس. نعمل مسؤوليتي على المواطن استاذ احمد، خصنا نعترف على ان المواطن حتى هو كيساهم في هذه الامور هذه، لاني كنخدم في واحد المعمل وبابخس الاثمان، لا اوراق لا تغطيه صحيه لا 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 شيء لا شيء خدام وكاك، وعندما يقع ما يقع استنكره وانا ذاك يعني كنقول بالدارجه فات الفوت. تكلمتي على المواطن، المواطن هو الحاجه هي اللي تدفعه للشغال في مثل هذه الوحدات الانتاجيه الصناعيه، يعني هو مضطر يا اخاك لا بطل. نعم سيد احمد، ما اللي يختلفوا عليه اثنان بان دستور 2011 عطى واحد الاهميه كبيره للمواطن وحقه في الصحه، حقه في التعليم، حقه في السكن وما الى ذلك. ومع الاسف انا دائما اقول حكومتنا الحاليه والسابقه في المجال الاجتماعي صفر نتيجه على كل المستويات، لا على ذوي الاحتياجات الخاصه، لا على لا 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 المكفوفين، لا على الجانب الاسري، لا الجانب الارامل المطلقات. حنا كنشوفوا شعارات، كنشوفوا تدابير كتقول لك الحكومه اتخذت، ولكن على ارض الواقع لا نجد شيئا. ليس من الغرابه وهذا امر عجيب جدا ان نجد الحزب الاغلبي الذي يسير الحكومه هو الذي يسير مدينه الدار البيضاء وطنجه، هذا مشكل خطير جدا. وان الحزب الذي يقود الحكومه هو اللي كيسير مدينه الدار البيضاء ومدينه طنجه في الوقت حنا اللي كنا كنتمنى وكنتبناو ان هذا الحزب هذا يعطينا البديل. حنا كنا كنسمعوا في الماضي بانه الاحزاب الاخرى ما كتخدمش، كاين الفساد المالي، كاين الفساد الاجتماعي، كاين كذا كاين، ولكن عندما راينا تسير لهذا الحزب اللي هو الحزب الحاكم مدينه طنجه والدار البيضاء ابان عن عيب كبير، ولا بد ان يستدرك ذلك قريبا داخليا اي داخل الحزب اللي هو حزب العداله والتنميه، وكذلك من طرف المواطن الذي اعطى صوته وعليه ان نراقب صوته. ونحن في سنه انتخابيه واستحقاقات انتخابيه علينا ان نعرف لمن نعطي الصوت اولا واخيرا. في رايك ما هي الاجراءات التي يجب اتخاذها باش ما نعاودوش ويتكرروا مثل هذه الفواجع اللي هي فواجع مميته؟ اول خطوه سيدي احمد هو الضرب بيد من الحديد على هاد الناس هادو لتكونوا مشرفين على هاد القطاعات. ملي كنجيو نتكلموا على انه كاين واحد المعمل في واحد المنطقه اللي هي اهله بالسكان، او يعني هذا اول شيء خصنا نحاسبوا المنتخب، حيت المنتخب المفروض فيه هو يتجول يشوف الساكنه، الاحتياجات ديال الساكنه. راه هذا هو التصور اللي خص يكون عند المنتخب، خاصه اللي في المقاطعات وفي المجالس المنتخبه. اما البرلمان هذا كلام اخر، حنا كنتكلموا على ذاك المرشح الذي اعطيته صوتي، عليه ان يبقى في توالم وتوائم مع المواطن ويعرف الحاجيه ديالو. المساله الثالثه هو ان الدوله خاص هذا الشيء ما سكتوش عليه. راه مع الاسف دابا الناس كلهم اش قالوا؟ قالك على انه ستعود حليمه الى عادتها القديمه، ما وقع مع روزامور والحافله تقلبات والدار البيضاء وما الى ذلك. انا اللي كنعرف انا لو كنت مكان السيد عمده الدار البيضاء وعمده طنجه قدمت استقالتي. يعني في الدول الديمقراطيه عندما نسمع في انجلترا بان وزير كيحضر خمسه دقائق معطل في جلسه الاسئله الشفويه وكيقدم الاستقاله ديالو، وحنا كنشوفوا ارواح قد حصدت، المنازل قد هدمت في الفيضانات الاخيره. حنا مع الاسف ملي كنا واحد الوقت كنطلبوا تنقولوا الله يعطينا الشتاء على قد النفع، ولا تنقولوا الله يعطينا الشتاء على قد القوات ديالنا. مع الاسف يعني كنشوفوا ثم كان واحد المشكل كبير سيدي احمد، وشركات التفويض اللي كاينه دابا هذه ديال عفوا ديال التدبير المفوض، هاد الشركات هادي ما بينش لنا واحد تحسين المردوديه فيما يخص البنيه التحتيه، فيما يخص التطهير ديال المياه وكذا. كنشوفوا ملي كتجي الفيضانات كتصب الشتاء نهار ليومين كنشوفوا كل شيء كيغرق، ومع الاسف الضحيه الاولى والاخيره والمواطن البسيط، لانه هو الذي يعتلق مع الحياه، هو الذي ليس له مسكن يليق به. سي محمد خقلي شكرا جزيلا لك، شكرا لمتتبعي قناه الفاس بريس، وتنقولوا الله يحد الباس في فاجعه طنجه والله يرحم الجميع.